إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التسجيل بعنوان الفعل اللازم والمتعدي، طبعا هو درس من دروس الصرف. درس الفعل اللازم والمتعدي هو درس يحتاجه طلبة الابتدائي في السنة الخامسة عموما، ويحتاجه أيضا طلبة المتوسطة، ويحتاجه بقية الطلبة، وذلك لأهميته. الفعل اللازم والمتعدي باختصار قبل أن نتطرق إلى الشرح، الفعل اللازم هو الذي يلزم فاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، يعني الجملة تكون خالية من المفعول به، نقول أن هذا الفعل فعل لازم لأنه لا يحتاج إلى مفعول به. على العكس من ذلك، الفعل المتعدي هو الفعل الذي يحتاج إلى مفعول به، قد يحتاج إلى مفعول به واحد أو أكثر من مفعول به. إذن هذا هو التعريف. بالنسبة للفعل المتعدي الذي يحتاج إلى مفعول به، هناك أفعال تحتاج إلى مفعول به واحد، وهناك أفعال معينة تحتاج إلى مفعولين اثنين. قد يكون هذان المفعولان أصلهما مبتدأ وخبر، وقد يكون هذان المفعولان ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر ولا يمكن أن يكونان جملة. وهناك أفعال معروفة تحتاج إلى أكثر من مفعولين، ثلاثة مفاعل. إذن الآن مع التفصيل. إذن قلت أن الفعل اللازم والمتعدي، بالنسبة للفعل اللازم إذا اقتصر أثر الفعل على فاعله، مثل نام الطفل، إذن نام فعل والطفل فاعل، هنا لم يحتاج الفعل نام إلى مفعول به، فنسمي الفعل نام فعل لازم. ونقول نزل الراكب فنزل فعل والراكب فاعل، هنا الفعل نزل فعل لازم لم يحتاج إلى مفعول به. مشى الأمير، إذن مشى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، الأمير فعل، إذن فعل مشى فعل لازم لم يحتاج إلى مفعول به. طبعا عندما نقول فعل لازم هذا من حيث الصرف، قد يطلب منك في بعض التمارين استخراج أفعال لازمة وذكر السبب، أو أفعال المتعدية وذكر السبب، لكن عند الإعراب لا تقول هذا فعل لازم، بل تقول فعل ماضي أو فعل مضارع أو غير ذلك، لكن لا تقول فعل لازم أو فعل متعدي. بالنسبة للفعل المتعدي على عكس من ذلك، فإن الفعل المتعدي إذا جاوز أثره الفاعل إلى مفعول واحد أو أكثر من مفعول، بمعنى أن الفعل المتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول به ولا يكتفي بالفاعل فقط، مثل أكلت رغيفا واشترى أخوك كتابا. لاحظ أكلت رغيفا، فأكلت فعل وفعل تاء المتكلم الفاعل، ورغيفا مفعول به واحد، إذن أكل فعل متعدي لأنه تعدى إلى مفعول به. واشترى أخوك كتابا، إذن اشترى فعل متعدي لأنه تعدى إلى مفعول به واحد وهو كتابا. وأعطيت المجدة جائزة، إذن أعطيت هنا احتاج إلى مفعولين، إذن التاء هو الفاعل والمجدة مفعول به الأول، وجائزة مفعول به ثاني. وأعلم القائد جنده المعركة قريبة، إذن أعلم هنا احتاج إلى ثلاثة مفاعيل هي جنده والمعركة وقوية. أول ما يتعدى إلى مفعول به وحده هو كثير جدا، مثل أكل، تقول مثلا أكلت خبزا وشربت حليبا واشتريت سروالا وقرأت مجلة وعرفت صديقا ولبست حذاء. إذن تلاحظ أن كل هذه الأفعال احتاجت إلى مفعول واحد فنسميها أفعال متعدية. أيضا هناك أفعال تتعدى إلى مفعولين وهو زمرة، أي قسمان، كما قلت أفعال تحتاج إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وهذه الأفعال تسمى بأفعال اليقين وأفعال الرجحان وأفعال التحويل. هذه الأفعال تجدونها في درس المفعول به عندما يكون جملة، تجدونه في القناة هناك بالتفصيل هذه الأفعال. لاحظ هذا المثال، أظن الماء عذبا، إذا أظن هو من أفعال الرجحان، الماء مفعول به أول وعذبا مفعول به ثاني. إذا لاحظت أن هذين المفعولين يمكن أن نكون بهما جملة، فنقول الماء عذب، إذن الماء مبتدأ عذب خبر. لاحظ الجملة الثانية من أفعال التحويل، سيارة، بمعنى حول، سيّر الدقيقة عجينا، إذن الدقيقة مفعول به أول وعجينا مفعول به ثاني. يمكن أن نحول هذين المفعولين إلى جملة اسمية فنقول الدقيق
عجين. إذن هنا من حيث اللغة العربية ليس من حيث المعنى، الدقيق عجين. إذن هناك أفعال تحتاج متعدية، طبعا تحتاج إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وبالتحديد هما هي أفعال اليقين والرجحان والتحويل. وهناك أفعال تحتاج إلى مفعولين، لكن هذين المفعولين ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر. لاحظ هذا المثال، إذن أعطى الفلاح الفقير قمحا، إذن أعطى الفلاح، الفلاح فاعل، الفقير مفعول به أول، وقمحا مفعول به ثاني، لكن هذين المفعولين لا يمكن تكوين بهما جملة، فلا نستطيع أن نقول الفقير قمح، إذن فهذا المعنى خاطئ، إذن لا يمكن تكوين الجمع. إذن هذه الأفعال مثل أعطى وألبس وسأل وعلم وفهم وكسى ومنح ومنع. إذن بالخلاصة هناك مفعولين يمكن أن نكون بهما أو أصلهما مبتدأ وخبر، وهناك مفعولين لا يمكن تكوين بهما جملة مفيدة. هناك أفعال تتعدى إلى ثلاث مفعولات، وهذه الأفعال هي سبعة وما يتصرف منها، وهي أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. مثال ذلك: أعلمت محمدا عاليا مسافرا. إذن محمد وعلي ومسافر هي مفاعيل ثلاثة، بمعنى أخبرت محمدا وأعلمت محمدا بأن عاليا هو مسافر. إذن الخلاصة أن هناك فعل أفعال لازمة لا تحتاج إلى مفعول به وتكتفي بفاعلها، وهناك أفعال متعدية قد تحتاج إلى مفعول واحد أو اثنين أو ثلاث مفاعل. إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم التسجيلات الأخرى لمختلف الأطوار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.